بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد الانتهاء من تسطيب، اهلا بكم اعزائي المشاهدين الكرام. والان بعد تسطيب نسخة الاوراكل 6 اي فورمز وقطودها مجلده هنا اورنت، والان سوف نقوم تسطيب نسخة اوراكل داتابيز 9 اي. فابقوا معنا. وبعد ما حملنا اخونا الروابط، الاجزاء من الروابط، تم فكهم ووجد لنا مجلد واحد سنفتحه. وايضا وجدنا بداخله ثلاث ملفات مضغوطة، ديسك واحد ديسك كذا، وتم فكهم وحذف الملفات المضغوطة وابقاء المجلدات. فنستطيع الان البداية من ديسك واحد. والان نذهب الى مجلد انستول ثم مجلد وين 32، ثم نقوم بفتح هذه الايقونة المكتوب عليها سيت اب حتى يتم تثبيت النسخة من الان. والآن جاري تحضير تثبيت النسخة Oracle Database 9i. والآن في أول نافذة ويلكم نضغط على نيكست. وهذه نافذة أخرى سوف نحدد مسار قاعدة بيانات، ولا نستطيع أن نتركها داخل مسار النسخة 6i forms، فلنغيرها ونضع في سواقها C وليكن هذا. عن طريق براوز ثم نختار السواقة التي نريدها في C، ثم نضغط على OK ثم Next. عفوا لقد نسيت أن أضع كلمة المرور. نكتب هنا ORCL اسم القاعدة ثم نضغط على Next.